السلام عليكم البنات، اليوم غادي نقدم لكم طريقه زوينه بزاف باش تطيبوا بها الكاستانياز ديالكم. ما تنساوش الاشتراك في القناه وباش تدعموني وديروا لايك، ونخليكم مع الطريقه. هنايا عندنا كاستانياز، ها نتوما كيف ما كتشوفوا هي هذه، ها هكا ها هي كتكون هكا. كنشدوها كنغسلوها مزيان، كنجيو لهنا كنديروا كنفتحوها من الفوق، ضروري ما تفتحوها. ها انتم بهذه الطريقه هذه شتا، كنديروا فيها واحد الفلحه من هنا، ضروري الا ما درتوش فيها هذه الفلحه غادي تطردق عليكم. حال هكا ها انتم، وكنديروها في الماء، واحد الطنجره هكايا فيها الماء. كنتمو غادي بنفس الطريقه هكا حتى تنساليوها كامله. وهنايا البنات من بعد ما ساليت، ما تنساوش عندكم تضربوا يديكم حيتاش راها قاصحه. غاد نزيد ليها واحد المعلقه هكا صغيره ديال الملحه هكا، وغادي نشعل عليها البوطه. غاد نديرها على عافيه متوسطه 15 دقيقه، وغادي نخليوها طيب. غادي نخليوها طيب 15 دقيقه وغادي نرجع معاكم. ها نتوما البنات من بعد ما تسلقات لينا دازت عليها من 15 حتى ل 20 دقيقه هكاك. ما تبداو تحسبوا في الوقت حتى يبدا الماء يغلي، كيف ما كتشوفوا اللون ديالها تبدل تسلقات. غادي نبداو نهزوها نصفيوها على هكا بحال هكا، ونبداو نحطوها في الطاوه ديال الفران. نشعلوا الفران غير من الفوق على 250 درجه، غادي غير بحال غادي نديروها على البلاصه ديال الشوا باش نديروها تشوى شويه تحمر، وغادي نخرجوها هكايا. ها نتوما البنات هذه هي الكاستانيه ديالنا من بعد ما طابت، واعره واعره بزاف فنه، كتجي زوينه وبالخصوص في هذا البرد هذا كتجي واعره. تكوني هكا تفرجي وكتاكلي في كاستانيه زوينه بزاف هكا كتجي من الداخل. ها بلاش نفتح معكم هذه حيتاش اصلا راها مفتوحه هكا، كتجي شوفوا البنات شوفوا ما كتجيش ناشفه وفي نفس الوقت محمره.